أمير بكفي، خلينا ننزل، أنا خايفة. خايفة من الارتفاع ولا لأنه ما فيك تهربي مني؟ هاندا، جونجا، هادا وهداك، هالمواضيع هي فريحة قرفت منهم، عم تفهميني؟ نحن ما عم نقدر نكون مع بعض، هذا الشيء الوحيد اللي بعرفه. معك حق، بس ما تقولي نكون، قولي تكوني انتي فريحة. انتي يلي ما بتسقي وما بتقاتلي وما بتحاولي. ما بقاتل؟ انا كرمالك عم بقاتل حالي امير. لكن شو بتسمي هالتخبيصات يلي كنتي عم تتحفيني فيها؟ ايوه، شو هلا بدنا نبهدل بعضنا يعني؟ شو صار، زعلتي؟ شرشحتيني وبهدلتيني لحتى تفشي خلقك فيني، بعدين اجيتي وقلتيلي انك واثقة فيني وكأنه مو صاير شي. شو هالتناقض هذا؟ ليش ما عم تحكي؟ أمير لو سمحت، أنا ما عندي تناقض. طيب احكي سبب واحد، شو يلي صار حتى صرتي تثقي فيني؟ أمير خلص، بلا ما نكسر خاطر بعضنا، بتحب تأشر لهم ولا التلفن؟ لأن أنا ما بدي شي غير إني أنزل. خلص بقى أمير، مشان الله. هاي كانت النهاية، صدقيني فريحة كانت النهاية. أمير، أنا كل شي عم ساوي فيك بكون عم ساوي بحالي أكتر. أنا كتير بحبك، كتير بحبك. سبب سكوتي بالفترة الأخيرة لأني فقدت توازن، بس المنيح إنك عم تتغيري وبسرعة قياسية، يعني شي دقيقتين.